لا أنا كمان مرة دخلنا بشارع الاستقلال نسميه ولا شو بسموه شارع؟ هذا الشارع الشرمبول المسكر بيسموه. نعم. لأنه من زمان كان هون السير يعني بيمشي السير بعدين سكروا على نعم. السيارات شيء. نعم. بس ماشي بيكملوا. نعم. اسمه شارع الشرمبول أصلاً. الشرمبول. نعم. شارع جميل شكله. نعم. فلا هذا محل عليه. إحنا جايين ناكل هون. نعم. طيب. هذا من سنة 1885 هذا المطعم هو موجود من 1885 قديم جدا هذا أكلنا عنده امبارح صح والله أكلنا عنده امبارح صح